نفس السؤال اللي حليناه دورة 2017 بدنا نحله بطريقة تانية. رح ناخذ اليوم اسمها تجربة بيرنولي صفحة 4. يا عالم يومتا قالوا هي اسهل من هذيك، لنشوف نحكم بعد شوي مين اسهل، نحل ببرنولي ولا نحل عادي. العام الماضي طبعا اجى السؤال برنولي، رح نحله اخر شيء مع بعض ونشوف وين الطلاب المعيدين اللي موجودين بالقاعه وين كربجوا السنه الماضيه بالتجربه البرنوليه. على يسار تجربه برنولي يقول فارس جقل: لا شيء اسهل من الكراهيه. انك تكره العالم سهل، اما الحب طبعا الحب اللي عم يحكي عنه مو حبك انت وحبيبتك، حب الخير، حب الناس، مو الحب الحدائق. اما الحب فهو يحتاج نفسا عظيمة. تمنى الخير لغيرك، يعني انت يا حلوة اذا عم تدرسي، هاي مايا جاي انتو شادر من طرطوس مثلا، من بانياز جاي انتو على دي، اهلا وسهلا. لازم تتمني الخير لشادي عشان الله يوفقك انت. هلا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اخيه مو يعني اخوه من امه وابوه، يعني اخوه المسلم او اخوه الانسان بشكل عام. حب الخير للناس الله بيرزقك بالخير. ابو والله انا عم بدرس من هون عم بدعي يا رب ترسم الفيتي ما مش الحال. بتدعي بالخير لنفسك وبتدعي بالخير لرفقك. إذا بتدعي بالخير لرفقاتك الله يرزقك بالخير دائما. هون بتكون نفسك عظيمة يا بني. خلصت يا بني. نزل كاميرا. تجربة برنولي. أنت بستخدم برنولي. تركيز عالي جدا جدا جدا، لك أنا ببلش فيها لكم كنتوا نعسانين. أنا شفتكم صح صحيح رح أعطيكم برنولي. أخذنا أيام السنة ما بظن أخذنا، وين الطلاب اللي أخذوناهاش؟ هذا اللي أجلنا للمكسر. برنولي يحتاج أربعة أشياء. أول شيء عدد مرات القيام بالتجربة. وبيسموها N. ثاني شيء الحدث المطلوب. حسابه. بيسموه K. ثالث شيء احتمال الحدث المطلوب بيسموه بي. واخر شيء كان يسميه احتمال وقوع الحدث المطلوب. واخر وحده احتمال عدم وقوع الحدث المطلوب وبنسميه كيو. هدول عناصر كي. طبعا الكيو دائما هي واحد ناقص بي، او البي هي واحد ناقص كيو. اذا عرفت له هالاربع شغلات عرفت تطلع من المساله، طلع عندك قانون لبرنولي. قانون لبرنولي سهل جدا، احتمال بيشبه قانون التي ار. نكتبه اول شيء بعدين نقول شو الفرق بيناتهم. احتمال الكي يساوي توافق الان كي ب كيو اس ان ناقص كي في ب اس كي. صح معي القانون؟ يقول لك القانون وين مكتوب القانون؟ على جنب على اليسار. مضبوط القانون؟ طيب هذا القانون مش قانون تي ار، عينه ليش؟ تي ار بيساوي اخذنا البارحة توافق الان ار اس ان ناقص ك ان ناقص ار بي بي اس ار. ليش بيشبهوا؟ شوف كيف بدل الار حاطين كي وبدل البي حاطين بي وبدل الار حاطين كيو.
فإذا نسيت أنت نفس اللفظ بي وبي نفس اللفظ. هاي بي وصغار هاي بي وسكال. والأم تركيو والأربة دانا مين كان. هذيك أخذناها المرحلة دستور لحد العام اسمها. وهذا هو اللي عم نحكي عنه نحن قانون الليبرنال اللي بده يحل لي مشاكل السؤال نفسه تبع دورة 2017. هلا بدنا نرجع على دورة 2017 وبدنا نحل البرنالي. اهم شيء انت تعرف انا امتى بستخدم برنالي. نقرا المقدمه تبعت برنالي شو عم بيقولوا. نستخدم تجربه برناليه عندما نقوم باختبار ما عدد يكون عدد مرات تكرار التجربه ان مره على نحو المستقل. اهم كلمه التكرار. يعني انا عم كرر التجربه. طبعا لما عم بلقي قطعة النقود ثلاث مرات ما نكررها. ولا تم بوقوع حدث محدد رمزي له احتمال بي وعدم وقوع كيو وعدد مرات المطلوبة مثلا كي. تعالوا نشوف امثلة. يا في تجربة رمي قطعة نقود متوازنة. شو هذي كاتبين متوازية؟ عملها متوازنة. شو المتوازنة؟ متوازية مو بس متوازنة. شان قطعة نقود متوازنة؟ يعني احتمال الشعار نص واحتمال الكتابة نص. أو ببرنالي بيقولوا البي يساوي كيو يساوي نص. طب جنبها هيك. إذا كلمة متوازنة يعني البي والكيو نفس الشيء. اثنيناتهم نص. كأنك عم تقول شعار وكتابة اثنيناتهم شو نص؟ احسب احتمال كم مره عم نرميها؟ ثلاث مرات. هي ان عدد مرات الرمي ان. احسب احتمال الحصول على الوجه اتش مرتين. هي كي مرتين هي الكي. بينت هون. عرفنا الان ثلاثه والكي قالوا مرتين اثنين والبي نص والكيو نص. طلع عليك القانون. إذا احتمال اثنين. مش عم بقول اثنين أنا عم بقول مرتين. توافق يا إن كي إن ثلاثة كي اثنين ضل بي أس كي يعني اثنين وكيو أس ثلاثة ناقص اثنين. تلك ختيار بالعكس. هلا بدل بي شو الأول؟ نص وبدل الكيو نص وانتهى الموضوع. توافق ثلاثة اثنين قديش؟ ثلاثة. ثلاثة، إذا عددين ورا بعض توافقهم هو الكبير. بعد حاخذ التوافق. البي يعني نص مربع. الكيو يعني نص أس واحد. الجواب ثلاثة على ثلاثة على صعبة. قانون طاوي. بس بدك تعرف الان بدك تعرف الكي وبدك تعرف البي والكيو لانه قالوا متوازنه. عرفنا انه نص نص. بس كيف عرفنا انه نص؟ لانه قالوا متوازنه. ليش نص؟ لانه قطعه النقود لها حالتين. مثل المراه بدها تولد ولاده شو احتمال الذكر؟ نص. احتمال الانثى نص. نفس الطريقه بالضبط. فدائما قطعه النقود المتوازنه نص نص على طول. شو شباب؟ هذا برنامج. من عند السؤال؟ طيب افتحوا لي بنك المسائل شو؟ أول سؤال. نلقي خمس قطع نقود. معناها أنا عم بعمل التجربة كم مرة؟ خمس مرات، معناها هي إن. طب ان تساوي خمسة متوازنة يعني البي والكيو نص. متوازنة يعني بي نص وكيو نص. احسب احتمال ظهور وجه اتش مرتين على الاقل. مرتين على الاقل تبع كلمة على الاقل. كلمة على الاقل اذا بقول لك نجمة على الاقل يعني من نجمة ولفوق.
فلا بقول لك تزوج تنتين على الأقل، يعني يا تنتين يا ثلاثة يا أربعة يا لا حاضر يا طلع واحدة ورجع تزوج غيره. هذا التكتيك ما بيخطر على بال النسوان. طيب عم بقول مرتين على الأقل، يعني احتمال اثنين أو يعني زائد احتمال ثلاثة زائد احتمال الأربعة زائد احتمال خمسة، خمس مرات عند المية زائد احتمال الخمسة. هو بدك تحسبها، تحسب احتمال اثنين. طبعا نحن بنعرف الام خمسة والكي هون شو بنعتبرها؟ اثنين، والبي نص والكيو نص بنحسبها. احسبالك احتمال ثلاثة بنحسبه والأربعة بنحسبه والخمسة بنحسبه، آخر شو بنعمل فيهم؟ نجمعهم. هذا حل السؤال. أو نزل إيدك نعتمد على العكس، بنقول واحد ناقص عكسه لهدول. شو عكس اثنين على الأقل؟ واحد اثنين مرتين على. شو عكس انك تتزوج اثنتين على الأقل؟ يا تتزوج وحدة يا ما تتزوج ولا وحدة. أي عكسه لهدول؟ عكس الاثنين والثلاثة والأربعة هن مين؟ الواحد والصفر. بتحسب الواحد وبتحسب الصفر، تجمعهم وتطرح الجواب من الاحتمال الكلي تبع الواحد. احتمال كلي دائما بغيضات واحد، فبتطلع نفس جواب هذول. فانت حب يا هيك يا طبعا هي اسهل، لانه ما بدك تحسب الا مرتين. مين عنده السؤال؟ هي وظيفه ضلت لي. مين عنده السؤال؟ هذا بردول. تعال اخذكم مشوار لعند عمر يزا السنة الماضية، وين غصوا بالامتحان الأول واجتوا للجلطة. افتحوا لي آخر سؤال بالبنك، آخر سؤال بالملحق عفوا ورد. لا انت بدك تعرف دبردولي، إذا حددت لك انه دبردولي شو طلع عليك حبيبي؟ ان شاء الله يا عمر يزن شنطة. لا هي شنطة. أول ما شاف العالم هي الرسمة العام الماضي اجدر الجلطة، علما إنه هي نفسها بالمكسبة. لدينا نشوفها أول قرأ معي. ندور القرص الموجود على اليسار ليستقر المؤشر على أحد الأجزاء، ثم نكرر. كلمة نكرر شو يعني؟ برنامج. شو يعني؟ برنامج. لوين كلمة نكرر؟ هي عرفنا انه برنامج. في عالم خلص الفحص وما عرفت هذا السؤال من اي درس جاي. لما بكرر تجربة يعني صار اسمها برنامج. كمل. نكرر التجربة كم مرة؟ خمس مرات. معناها الان تساوي خمسة. ان تساوي خمسة. نعرف متحول عشوائي يدل على عدد المرات التي